في شك انها واحده من اقوى المواجهات مش بس في دور الثمانيه، يمكن تكون في بطوله امم افريقيا على الاطلاق. اسود الاطلسي في مواجهه الفراعنه بحثا عن بطاقه التاهل للدور قبل النهائي، وهي كمان الحقيقه المواجهه الاصعب والاهم والاكثر جماهيريه على مستوى طبعا الوطن العربي، لانها بتجمع بين منتخبين عربيين شقيقين، منتخب مصر منتخب المغرب. هنتكلم اكثر عن لقاء بكره المنتظر مع واحد من نجوم الكره المغربيه ونجم طبعا نادي ران الفرنسي السابق يوسف حج، ضيفنا النهارده في السادسه من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس. يوسف بشكرك على وجودك معنا وعلى ظهورك معنا على شاشه النادي الاهلي في السادسه، اهلا بيك. شكرا لكم جزيلا على دعوتي. يوسف خليني ابتدي معاك بتقييم عام للبطوله، ازاي بتشوف بطوله الكاميرون اللي يمكن كانت مليئه بكثير من المفاجات غير المتوقعه؟ بصراحة كلها مباريات كبيرة، ولكن أعتقد أن دائما نشاهد مباريات فيها المفاجآت، مباريات فعلا يوجد فيها تفاصيل كثيرة في كرة القدم، ولكن هي دائما مباريات بين فرق على مستوى عالي وهم يؤدون مباريات رائعه. تقييمك لمشوار المنتخب المغربي اللي يمكن احنا كجمهور مصري تابعناه حتى قبل بطوله الكان في بطوله كاس العرب، حسينا باختلاف طبعا. تقييمك بدايه اسمع رايك في مشوار منتخب المغرب في البطوله. نعم، يوجد لاعبين على مستوى رائع في المنتخب المغربي، وحتى اللاعبين الصغيرين اللي بيقدموا مستوى رائع في البطولة وهم يلعبوا في أوروبا، ولكن المشاركة في كأس أمم أفريقيا شيء مختلف وتجربة مختلفة مع المنتخب الوطني، ويجب التعود والثبات على المستوى في البطوله الافريقيه. كتيبه وحيد خليل زيتش المدير الفني بيقال يعني انها لم تدخل في اختبار صعب من بدايه مشوارها في امم افريقيا حتى اللحظه، وبالتالي المقياس الحقيقي لقوه المنتخب المغربي ما نقدرش نحكم عليه او ما بانش لغايه اللحظه. تتفق ولا تختلف مع وجهه النظر دي؟ نعم، أعتقد أن هذه المباراة هي الفاصل، هي المقياس في لأداء المنتخب المغربي، لأن المنتخب المصري منتخب كبير وعلى مستوى عالي جدا من اللاعبين الذي يمتلكهم، فبالتالي هذه هي المباراة التي يمكن تحديدها، لأن أيضا المنتخب المصري يمتلك لاعبين من أفضل اللاعبين الموجودين في القارة، وأعتقد أن هذا هو الاختبار الحقيقي أن نستطيع أن نحقق منه أداء المنتخب المغربي للمستقبل ورؤيته في كأس العالم. إزاي بتشوف المواجهة بكرة هتكون بين وحيد خليلوزيتش وما بين كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني؟ إزاي بتشوف سيناريو المباراة؟ زي ما قلت ماتش مصر والمغرب هو ماتش فعلا ننتظره، هو ماتش مختلف يوجد فيه العديد من التكنيك والخطط، ولكن لهذا دور المدربين سيكون مهم جدا واهم، ولكن أعتقد أن احنا لدينا أفضلية أننا لعبنا يوم قبل المنتخب المصري، فأعتقد أن بدنيا يكون المنتخب المغربي جاهز أكثر. أعتقد أنكم برضو هتعانوا من بعض الغيابات، في بعض الأسماء اللي هتغيب بداعي الإصابة مش هتكون موجودة في تشكيلة المغرب في مواجهة مصر بكرة. نعم، نحن نمتلك بعض الغيابات، ولكن حتى في وجود هذه المشكلة هذا هو الواقع، ويجب التصرف، وحتى أن نحن نفتقد لرومان سايس، ولكن أعتقد أن خليل زيتش استطاع أن يجلب لاعبين آخرين وهم قادرين على استبدال اللاعبين المفقودين. من التصريحات اللي لفتت نظري لخليل زيتش كلامه عن محمد صلاح
وكأنه الحقيقة قريت من كلامه كأنه بيختزل قوة منتخب مصر الضربة فيه بس في اسم محمد صلاح، مع أنه الحقيقة منتخب مصر مليء يعني في أسماء كتيرة جدا ممكن تشكل خطورة. إزاي بتشوف النجوم المنتخب المصري، ومين إذا كنت موجود حتى في جهاز فني المنتخب المغرب، مين اللي أنت ممكن تعمل حسابه؟ محمد صلاح طبعا هو الأفضل في الوقت الحالي، ولهذا يجب التعقيب عنه والقول أنه اللاعب الأفضل، ولكن لا، ليس هو اللاعب الوحيد. هي كرة القدم يوجد لاعبين كثير في المنتخب المصري على مستوى رائع ويلعبون في أندية كبيرة في أوروبا، واللاعبين الذين يلعبون في النادي الأهلي اللاعبين يحتكون بمباريات دولية كبيرة، فلهذا لا أحب أن أختص محمد صلاح فقط بالذكر. بالمناسبة خليني اقول لك او اسالك برضو من وجهه نظرك، مين مفاتيح اللعب اللي لفتوا نظرك؟ يعني كلنا متفقين انه اشرف حكيمي تالق في البطوله دي بشكل كبير، لكن مين الاسماء اللي تراهن عليها انت بكره في من منتخب المغرب في مواجهه مصر؟ أعتقد أن في الوقت الحالي أشرف حكيمي هو مكسب كبير وفي أفضل حالاته، ولكن نحن نمتلك لاعبين جيدين آخرين، ولكن لدينا مشاكل مع المنتخب المصري، أن هذه المباراة ليست بالسهلة، أن تلعب أن تمتلك محمد صلاح وتمتلك المنتخب المصري يمتلك محمد صلاح ويمتلك لاعبون آخرين، ولكن نحن لدينا الأفضلية في تواجد لاعبين شباب جداد، ولكن تألقوا وأحرزوا الأهداف، وأعتقد أنهم قادرين على صنع الفارق مع أشرف حكيمي بالطبع الذي يؤدي أداؤه رائع، ولكن حتى اللاعبين الشباب أعتقد أنهم سيكون بمناسبة كلامنا عن نجوم المنتخب، أسألك برضو عن فكرة استبعاد اسم بحجم وبقدرات لاعب زي حكيم زياش اللي توقعنا او شفنا منطقي جدا يكون موجود مع كتيبه المغرب، ولكن وحيد خليلزيتش ما اختاروش في بطوله الكاميرون 2022، رايك ايه؟ بصراحة أعتقد أنهم هذا هو رأي المدرب واختياره. أنا لست المدرب، ولكن لا أستطيع مدرب أن يأخذ كل اللاعبين، ولكن هو رأى في وجهة نظره أن يوجد بعض المشاكل التي لم يستطيع زياش الاستمرار معها، ولكن يجب احترام رأي واختيار المدرب، وهو في هو القائد وهو من يقرر، والمهم ان يستطيع المنتخب في تحقيق الفوز، ولكن زياش طبعا واحد من افضل اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي، من وجهه نظري كنت اتمنى تواجده، ولكن هذا هو راي المدرب واختياراته ويجب احترامه. يوسف حجي نجم المنتخب المغربي ونادي ران الفرنسي، تشرفت بمقابلتك على شاشه الاهلي، شكرا ليك على وقتك وعلى المشاركه معنا. طيب خليني اقول لحضراتكم انه الكلام عن ماتش منتخب مصر مستمر، وبعد الفاصل هيكون واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، نجوم النادي الاهلي كابتن رمضان السيد ضيف علينا، نتكلم على مواجهه مصر والمغرب بكره، وبالتاكيد ماتش الاهلي وبنك الاهلي لاهميته في التحضير لبطوله كاس العالم هيكون برضو حاضر مع كابتن رمضان السيد في السادسه بس بعد الفاصل.